اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه افضل الصلاه والسلام وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل عليكم. عايزه بقى تعملي الفراخ بطريقه جديده، ولا هنسلقها ولا هنحمرها ولا هنشويها؟ هنعملها بطريقه كده سهله وبسيطه. اتحداكي اللي انت لو عايزه تعملي غدا دلوقتي سريع هتقومي تعمليها دلوقتي حالا. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، بجيب الفراخ وبنضفها كويس قوي، وبشيل الحته او الزلال اللي بيبقى موجود تحت الجلد، ولازم تنضفيها كويس وتنقعيها بشويه ملح وليمون لحد ما تنضف خالص معاكي كده بالشكل ده، علشان ما يبقاش فيها ريحه زفره خالص وانتي بتطبخيها معايا كده. اول حاجه هبتدي ان انا اتبل الفراخ. معايا معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من الجنزبيل البودر، ومعلقه من بهارات الفراخ، معلقه كده صغيره اهي زي ما انتم شايفين. بعد كده بضيف نص معلقه من الكمون ونص معلقه من الكزبره. الكمون والكزبره في الاكله دي بيخليها طعمها تحفه. وبعد كده نزود كمان نص معلقه من الفلفل الاسود، ورشه بسيطه كده خالص من الحبهان البودر، اهم حبه صغيرين خالص ما تكتريش. خلاص كده ما عندكيش حبهان بودر، عادي ممكن تحطي فصين حبهان. وابتدي بقى ان انا اقلب كل التوابل دي مع بعض كويس قوي كده لحد ما يندمجوا مع بعض. ودي تتبيله الفراخ معايا. عايزه اقولك بقى التتبيله دي بتخلي رايق طعم الفراخ، بتوديها في حته تانية خالص، طعمها حلو قوي قوي قوي. ما عندكيش بهارات فراخ ممكن تستبدليها بشويه كاري او شويه كركم، بس الكركم قللي شويه عن المعلقه. هاخد كده معلقه من التتبيله دي، وباقي التتبيله معايا في الطبق هتبل بيها الفراخ كويس قوي. بس قبل ما هتبل الفراخ هضيف لها برده لسه باقي شويه اضافات. هحط عليها معلقتين من الزيت ومعلقه من الخل وحوالي معلقه من المستردة. ليه بقى؟ علشان تطري معايا لحم الفراخ. وتسيبي بقى في التتبيله دي كده على قد ما تقدري، سيبيها شويه كده حلوين يعني نص ساعه ساعه على قد ما تقدري. ايه معلقه كده كبيره من الخل. هتطري بقى معاكي لحم الفراخ وهتخليها تحفه بجد التتبيله دي كده على بعضها. خلاص كده ابتديت ان انا اتبلها كويس، وتحت الجلد كده بتدخلي برضو التتبيله كويس قوي اهو بالشكل ده. وسيبيها بقى ساعه ساعه ساعتين على حسب ما انت عايزه، نص ساعه بس برضو هتبقى حلو. هيجي انا معايا حله على النار، وضفت عليها او ضفت فيها معلقتين من الزيت ومكعب صغير من السمنه او الزبده. وبعدين هنزل بالفراخ بعد ما اتبلت، هديها صدمة من الناحيتين. عايزة اقولك ان الاكلة سهلة وسريعة وبسيطة خالص، وفي الاخر بتطلعي طعم فراخ حلو قوي 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 قوي، والاكلة على بعضها كده تحفة. على فكرة انا اول مرة اعملها بالطريقة دي، ومش اخر مرة ان شاء الله هعملها كتير بنفس الطريقة. ابتدي بقى ان انا اشوحها كده زي ما انتم شايفين من الناحيتين. شايفين بقى التوابل بتتحمر في، مش قادره اقول لكم بقى الريحه في الوقت ده بتبقى عامله ازاي، ريحه التوابل مع الفراخ وهي بتتحمر كده مع بعضها. معايا هنا شرايح من الطماطم، دول حوالي 3 طماطميات، وبطاطسيتين برضو عاملاهم شرايح، وبصلتين شرايح. ومعايا هنا نص كيلو من الرز البسمتي. الاول هغسله كويس، وبعد كده هنقعه واسيبه لحد ما ابتدي اكمل يعني نكمل بقيه تسويه الفراخ. خلاص كده بصوا اخدت لون عامل ازاي، سبتها لحد ما اخدت اللون ده، شايفين تحفه. طبعا التوابل والبابريكا والتحمير على نار كده هاديه بتخليها واخده اللون ده، يعني نار ما تكونش هاديه قوي، في الاول كده تكون عاليه وبعد كده تخليها على نار هاديه عشان تاخد اللون مع كده. حتى لو نزل منها شويه ميه بتسيبي شويه الميه لحد ما يتبخروا وتاخد معاكي اللون. بعد كده اخدت نفس الحله اللي عملت فيها شوحت فيها الفراخ، وهبتدي احط طبقات من البصل وطبقه من الطماطم. بصوا عايزه اقول لكم ان هي شكلها تحفه وطعمها فظيع اهو كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هبتدي اخد المعلقه اللي انا كنت شايلاها من التوابل في الاول خالص، هقسمها على اتنين. الاول هحط شويه كده على الطماطم، وبعد كده هعمل طبقه البطاطس واحط شويه كمان على البطاطس. يبقى احنا كده تبلنا الخضار بتاعنا اهي زي ما انتم شايفين كده. انا كده هنعمل ايه، انا هنعمل مكموره او مقلوبه زي ما بيسموها بقى، انا مش عارفه احنا عندنا هنا في مصر. انا اول مره احط الخضار مع الفراخ كده في حله واحده، وكمان الرز عليهم مره واحده كده على بعضه.
ابتديت بقى ان انا احط الفراخ على البطاطس واحط عليها حوالي نص كوباية من المية، ما تزوديش مية، انا مش عايزة مية كتير في الحلة، انا عايزاها تستوي كده على البخار بس على حاجة بسيطة من المية. هنا انا حطيت بس المية علشان الخضار معايا البطاطس ما تتحرقش معايا هي والبصل. غطيت على الفراخ بالرز وهديت عليهم النار خالص وسبتهم بقى على نار كده هادية، وابتدي بقى ان احنا نعمل الرز. هنا حطيت حوالي 3 معالق كبار من الزيت ومكعب من الزبدة، ونزلت بيه الرز بعد ما صفيته من المية، وابتدي ان انا اشوحه كويس الاول مع الزبدة والزيت، وحط له بقى التوابل بتاعته. انا مش هكتر فيه توابل، هي بس ملح، واحط كمان حبهان مطحون، حاجة بسيطة كده، ان الحبهان بيدي له ريحة حلوة وطعم كمان حلو قوي. بس كده هبتدي ان انا اقلبه كويس جدا. ممكن تعملي الوصفة دي برز مصري عادي، ممكن عادي مش مشكلة. هنا انا مستعملة النهاردة رز بسمتي بس تنفع عادي برز مصري. بعد كده هبتدي ان انا احط المية بقى على حسب كمية الرز معاكي، وخلي بس الرز يتشرب. بعد ما بيتشرب بحط الرز فوق الفراخ كده زي ما انتم شايفين، هيستوي بقى مع البخار اللي طالع من المية اللي انا كنت حطاها في الاول، وكمان كان في بواقي مية في الرز يعني مخليتوش يتشرب على الاخر، وهيتشربوا بقى ويستووا كلهم مع بعضهم كده، وهياخدوا كلهم طعم بعض، وهتبقى طعمها تحفة الفراخ والرز وكمان الخضار. هنا معايا المفروض ان انتي تحطي لون زعتر، بس انا والله سألت عند العطار قال لي لا انا ما عنديش خالص، فتصرفت وحطيت شوية كركم وذوبتهم في مية وعملت كده شوية الوان على الرز عشان يغير، بس يبقى فيه لون ابيض ولون اصفر كده زي ما انتم شايفين، بس هو المفروض يكون فيه لون زعفران مش لون زعتر، لون زعفران. المهم بعد ما سبتها على نار هادية خالص الرز استوى والفراخ كمان كانت خلاص استوت وكل الخضار استوى زي ما انتم شايفين، بقلبها كده على الصينية. وطبعا الاكله دي زي ما انتم شايفين كده البخار بس في الاول كده كان معاكس في الكاميرا، بعد كده بعد ما هديت خالص بقى ده شكلها، شايفين الفراخ متحمره اصلا من غير ما يكون، بصوا لونها والله العظيم كده لونها من غير ما دخلتها فرن ولا اي حاجه، هي لونها كانت واخده اللون ده كده من الاول خالص لو كنتوا فاكرين. والخضار طعمه تحفه والرز كمان طعمه تحفه، والاكله دي بتبقى عايزه تاكليها وهي سخنه كده وبتطلع بخار وتروحي واكلاها. شايفين قد ايه الفراخ مستويه ومقموره كده يعني طريه وفي نفس الوقت واخده لون ومستويه وتحفه. عايزه اقولك ان هي كده زبده والرز طبعا واخد من طعمها. ما تنسيش بقى اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.